فعلا عايز القانون يتطبق. لما يبقى في القانون انا 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 فعلا يعني المؤتمر النهارده انا بطالب وزير الداخليه انه يقرا الماده 54 والماده 55 من الدستور ويطبق القانون. انا عايز تطبيق قانون فعلا. وعشان كده المؤتمر ده موجود، وعشان كده احنا بنتكلم على انه قانون التظاهر محتاج تعديله لانه مش غير مطابق للدستور. الدستور نعم اللي مصر كلها وافقت عليه. فاللي حضرتك بتقوليه ده انا مش بشوف في نوايا الناس. يمكن يكونوا فعلا اخذوا اذن. برضو يعني هستثني انه انا من سكان المعادي، فالشباب اللطيف اولاد مبارك كانوا قافلين كورنيش المعادي، فهقول يمكن والله يعني الداخليه سمحت لهم ان هم يقفلوا كورنيش المعادي ويعطلوا الطريق. بس معلش يا معلش انا برضو برجع واقول انه يا جماعه خلوا القانون يتطبق بالعدل على الكل عشان ما يبقاش فيه اي ضغائن. فعلا فعلا انا مش انا فعلا بناء يعني بتكلم مع الشباب، احنا في وضع حرج جدا 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 واحنا شايفين ده كويس، بس برضو في نفس الوقت ما ينفعش يضغط على الشباب اكتر من كده. يعني ما برضو يعني احنا كل بنطالب بيه تطبيق القانون بالعدل والمساواه على الكفه يا فندم. الموضوع معلش انا اسف، النقطه كلها انه الدستور بيقول بالاختيار مش بالاذن. في فرق كبير قوي بين تطبيق الدستور والقانون، تمام، من انه في حاجه كده يعني قانون التظاهر غير دستوري. انا دلوقتي الارض الصلبه اللي واقف عليها الدستور بيقول بالاختيار، ولكن ما قالش ان انا اروح اقول له والنبي لو سمحت استاذنك عشان اعمل مظاهره. وحصل كتير قوي انه في عمال كتير جدا راحوا وطلبوا اذن المظاهرات ورفضت. وحصل كتير جدا انه العمال اتضرب عليها نار. يعني فيعني رجاء لبناء البلد دي فعلا لازم يبقى فيه عدل.